ايام على رمضان، عايزني اقول لك احلى حاجه تدخل بيها في اخر اسبوع، تدخل بيها على ربنا وهو راضي عنك، تدخل بيها رمضان وانت محلق وقلبك طاير من الفرحه، ذكر الله سبحانه وتعالى. والله يا جماعه الذكر ده له حلاوه في القلب بشكل. الذكر ده بعد شويه لما تاخد عليه وتتعود عليه يوم بعد يوم، ما تأنس ولا يرتاح قلبك الا ما تذكر ربنا. القلب فيه فرقه ما بتتلمش الا بذكر الله. القلب ساعات بيبقى فيه حيرة ما بتهداش إلا بذكر الله. القلب بيبقى محتاج طمأنينة، الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. أو والله صدق الله العظيم، صدق الله، تطمئن القلوب. يبقى في إيدك سبحة، سبحة ليه؟ عشان تفتكر، عشان ما تنساش. وكل يوم من دلوقتي تذكر ربنا تلت ساعة في وقت معين، بس من غير تليفونات الله يخليك، ولا إزعاج، مع نفسك بتركيز. أهم حاجة بتركيز، تستغفر شوية، تقول لا إله إلا الله شوية، تقول سبحان الله شوية، تقول لا حول ولا قوة إلا بالله شوية، تقول حسبي الله ونعم الوكيل شوية، تقول الحمد لله شوية، تصلي على النبي صلى الله عليه محمد صلى الله عليه وسلم، تقول لا إله إلا الله شوية، تستغفر كتير. يحصل في إيه في قلبك؟ يرق ويلين ويهدى ويطمئن. تدخل رمضان وإنت حبيب إلى الله. ممكن تجرب الفكرة دي؟